هنأ اللاعب الدولي محمد صلاح قائد منتخب مصر لكرة القدم ولاعب ليفربول الإنجليزي العبداء والبطلة المصرية بسام حميدة بعد تتويجها بذهبيتين بدورة ألعاب البحر المتوسط والمقامة حاليا بمدينة وهران بالجزائر. وبعث محمد صلاح رسالة للاعب عبر مواقع التواصل الاجتماعي قال فيها: نحن فخورون بك، استمر في تحطيم الأرقام القياسية. وردت عليه اللاعب بالقول: أنت قدوة لجميع اللاعبين بمصر. ونشرت اللاعب هذه الرسالة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتبت عليها تعليق: من أعظم الإنجازات أن يتم التشجيع والتهنئة من أعظم وأفضل لاعب في العالم.